وينضم إلينا المحلل العسكري الدكتور علي صالح الخلاقي لقراءة مجريات هذه المعركة في الساحل الغربي. أهلا بك بداية. مرحبا. قراءتك من حيث التوقيت وربما الموقع الاستراتيجي لمجريات هذه المعركة. شكرا لكم وللمشاهدين الكرام. وحقيقة الأمر أن الانتصارات الباهرة التي تحققت اليوم في جبهة ذوباب تحث على الفخر والاعتزاز بأبطال جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية الذين تمكنوا من تلقين الانقلابيين درسا قاسيا وحققوا انتصارا كبيرا في تحرير مديرية ذباب كاملة، وهم الآن يطاردون فلول الانقلابيين فيما تبقى في معسكر العمري وفي بعض الجيوب المتبقية، وكذلك يواجهون ما تركه الانقلابيون من حقول ألغام عشوائية كعادتهم في كل المناطق التي يهزمون فيها. باعتقادك ما هي أهداف هذه المعركة؟ وهذه نعم باعتقادك ما هي المعركة تكتسب باعتقادك ما هي أهداف هذه المعركة؟ هذه المعركة تكتسب أهمية وأهداف كبيرة كونها ليس فقط من الموقع الاستراتيجي التي تكتسب هذه المنطقة المطلة على أهم ممر مائي هو باب المندب، وكذلك ارتباطها أيضا كخط مواصلات بين الحديدة والمخا وكذلك تعز، وكانت أيضا من المناطق التي استغلها الحوثيون وقوات المخلوع لتهريب وتمرير تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرتهم، ولذلك فإن الطبعة كانت كبيرة، وبالمقابل كانت انتصارا كبيرا أعطى معنويات كبيرة للجيش الوطني وللمقاومة لمواصلة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الانقلابيين، كما أنه يمثل أيضا مكسبا وطنيا لبدء معركة المخا وكذلك استكمال تحرير ما تبقى من تعز لتعزيز هذا الانتصار بانتصارات متلاحقة والحفاظ على ما تحقق، لأنه حدث في فترات سابقة كر وفر، ولكن الجيش الوطني بعد إعداده وتدريبه وتمكين القوات من خوض هذه المعركة بنجاح بدعم من قوى التحالف العربي المتمثل بالإسناد الجوي الذي مكنها أيضا من إحراز التفوق على فلول الانقلابيين. لا شك أن الانتصار اليوم هو انتصار حاسم ويبشر كونه جاء مع مطلع العام الجديد 2017 وبتنسيق على أعلى المستويات تحت إشراف فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والقيادات العسكرية في عدن وفي تعز وفي محافظة لحج، وهذا ما مكن من أن تحقق هذه القوات هذا النصر الهام الذي كما أسلفت القول سيكون له عامل معنوي يعزز من روح جاهزية قوات الجيش الوطني، وبالمقابل انكسار معنويات الانقلابيين الذين تلقوا ضربة قوية. ولا شك أن المعركة ستستمر بذات النسق العسكري وبالروح المعنوية العالية، خاصة وأن قوات الجيش الوطني قد اكتسبت خبرة كبيرة وتعززت بأفراد وأعداد وقوات جديدة، فيما قوات الانقلابيين تلقى المزيد من الاستنزاف لعناصرها البشرية ولقواتها أيضا التي ما زالت تحتفظ بها هنا وهناك، ولكنها في الطريق إن شاء الله إلى الهزيمة الشاملة، وهذا ما ستشهده الأيام القادمة وتبشر به المعارك الآن التي تتواصل أيضا لملاحقتهم في بعض المناطق المحيطة بذوباب وكذلك بأطراف كهبوب و
في محافظة تعز وشبوة قيحان وعسيلان وفي الجوف وفي حرض وفي كل مناطق المواجهات.